ربطتنا مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الأعمال التي قمنا بها في صالح منظومتنا، واليوم نرى ثمرة هذا الاشتغال الحثيث من طرف الفرق التربوية والإدارية. بشرى عريف، المديرة الإقليمية للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. نتواجد اليوم بمدرسة الفقيه الزويتن، المدرسة الحاصلة على اللواء الأخضر في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية لهذه السنة. نحن جد فخورين بالحصول على هذا اللواء الذي يعد مفخرة وكذلك مسؤولية من أجل تعبئة جميع الفاعلين، أطر إدارية، هيئة تدريس، وخاصة تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، من أجل الحفاظ على البيئة وإدكاء الوعي البيئي والتحسيس بأهمية البيئة والحفاظ عليها. تنخرط المديرية في هذا البرنامج المدارس الإيكولوجية في إطار الشغال ديال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات، التي تحصد سنويا جوائز مهمة على المستوى الوطني، لا من خلال التتويجات ولا من خلال الأعداد ديال الألوئة ولا من خلال عدد المشاركات، سواء كانت مؤسسات عمومية خاصة وكذلك خصوصية. فحنا ضمن الأكاديمية التربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات حصلنا على مجموعة كذلك من الألقاب. تم تتويج لمدرسة الفقيه الزويتن كمدرسة إيكولوجية، وكذلك مؤسسات أخرى توجت بشواهد البرونزية وكذلك الشواهد الفضية في أفق الحصول على لواء المدارس الإيكولوجية. طبعا هذا العمل أو هذا التتويج كيسبقوا واحد العمل جد مهم تيقوموا به يعني الأطر التربوية أو هيئة التدريس في إطار الأنشطة ديالهم، وكذلك في إطار الشغل مع التلامذ حول مجموعة من الأعمال، وكذلك التحسيس، وكذلك حتى القيام بمجهودات من أجل يعني خفض فاتورة الماء والكهرباء، بالإضافة إلى المبادئ الأخرى السامية اللي كيتعلموها. الجميل كذلك هو أن التلاميذ يصبحون سفراء للحفاظ على البيئة حتى في البيوت ديالهم، لأنهم كينقلوا هذا الوعي البيئي وكيرسخوه مع في الأسر ديالهم. فبالتالي هذا هو الهدف ديال المدرسة، اللي من خلال يعني ليس فقط تكوين وتدريس، وإنما كذلك حتى في التربية، تربية الأجيال لكي تكون يعني أجيال فاعلة في المحيط ديالها وفي المجتمع ديالها، ويكونوا أجيال صالحة. وهذا هو كذلك ما جاءت به خارطة الطريق 2022-2026 اللي كتعمل الوزارة على الإصلاح ديال منظومة التربية والتكوين، من أجل جعل المدارس يعني المحور ديال التلميذ مهم، وكذلك الأساتذة من خلال التكوين ديالهم اللي كيقوم منسقات الإقليمية ديال البيئة بتنسيق مع كذلك الأكاديمية الجهوية، المنسقة الجهوية بالتكوين ديال الأساتذة، وكذلك حتى تكون المدارس ديالنا اللي هو المحور الثالث، مدارس ديالنا مدارس آمنة وتمرر وجذابة وتمرر المبادئ المهمة للحفاظ على البيئة. بسم الله. مصطفى الناجي، مدير مدرسة الفقيه الزويتن بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة المديرة الإقليمية على حضورها ومشاركتها لنا في هذا الحفل المميز. نحن اليوم نقف هنا لنحتفل بتتويج مدرستنا برفع شارة اللواء الأخضر ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية للموسم الدراسي 22-23. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجة جهد دؤوب وتفاني منقطع النظير من قبل إدارة المؤسسة والأستاذات، وخصوصا أعضاء النادي البيئي الذين عملوا بلا كلل لتحقيق هذا الهدف النبيل. كما نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الخير للتنمية والتواصل، وكذلك جمعية الآباء على مساهمتهم الفعالة في هذا التتويج، وجميع المتدخلين في هذا الحفل. والسلام. المنسقة الإقليمية للبيئة والتنمية المستدامة بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء أنفا، في إطار الاحتفال وتتويج المدارس الإيكولوجية بالمديرية، تم اليوم الاحتفال برفع اللواء الأخضر بمؤسسة الفقيه الزويتن
وأيضا تسليم الشهادات لمؤسسات الحاصلة على الاستحقاقات كتجديد اللواء الأخضر والفضية والبرونزية، وهذا بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. فشكرا لكل المنتسبي الأندية البيئية بالمديرية.